السلام عليكم ومرحبا بكم متابعيني. وصفة اليوم إن شاء الله راح تكون وصفة نوع من أنواع البوريك التركي. طبعا كاين أنواع كثيرة جدا. اليوم اخترت لكم وصفة من الوصفات السهلة والبسيطة. العجينة تاعها تجي مورقة هبل، والحشو أيضا اخترت لكم حشو سهل وسريع وغير مكلف. يعني باختصار وصفة اليوم رائعة، نتمنى أنها تعجبكم. وقبل ما نبدأ، وإذا كانت أول مرة تزوروا القناة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس به يوصلكم كل جديد. وإذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنسوش تحطوا لايك. وبلا ما نطولوا نروحوا نبدأ في طريقة التحضير مع المقادير. نبدأ بتحضير العجينة هي الأولى. بالنسبة لمقادير العجينة، عندي نصف كوب تاع ماء، وعندي أيضا نصف كوب تاع حليب. هنا استخدمت الكوب اللي يهز 200 مليلتر. عندي أيضا ملعقة كبيرة تاع خل أبيض ولا أي خل تحبوه نتوما، وعندي ملعقة صغيرة تاع ملح، وعندي أيضا كمية من الزبدة الذائبة استخدمت تقريبا 75 غرام، وعندي أيضا بين كوبين وكوبين ونصف تاع فارينة يعني دقيق أبيض. نبدأ طريقة التحضير سهلة وبسيطة جدا. نحط السوائل هما الأولين، نحط الماء والحليب في غيسيبيون، ونزيد لهم أيضا الملح والخل ونخلطهم شوية. ومن بعد نبدأ نزيدو في الفارينة تاعنا يعني الطحين الأبيض. طبعا الفارينة كما ملف نوصيكم تزيدوها تدريجيا كما قلت لكم بين كوبين وكوبين ونصف. يعني هنا كمية الفارينة راح تختلف حسب نوعيتها، لأنه كل فارينة ودرجة الامتصاص تاعها. يعني تزيدوا الفارينة تدريجيا وتلموا حتى تتحصلوا على العجينة المطلوبة. وكما تشوفوا هذا هو القوام تاع العجينه اللي تتلم لكم، يعني عجينه طريه تلتصق شويه في اليدين مش ياسر. كي تحصلوا على العجينه نزيدوا نعجنوها شويه برك، يعني تقريبا دقيقه او دقيقتين. وهذا هو القوام تاع العجينه تاعنا النهائي كما تشوفوا، تجي يعني عجينه طريه. كي نتحصلوا على العجينة تاعنا نغطيوها مليح ونخليوها تريح لمدة 20 دقيقة فقط ما بين ما نحضروا الحشو تاعنا. ونروحوا المرحلة الثانية اللي هي تحضير الحشو اللي راح نحشيو به البوريك تاعنا. عندنا في مقادير الحشو بطاطا مسلوقة، انا هنا استخدمت حبة بطاطا كبيرة الحجم، وعندي ايضا بصلة مقطعة الى مكعبات صغيرة كما تشوفوا، ملعقة صغيرة تاع معجون الفلفل، وعندي ايضا بهارات فلفل احمر ونعناع وفلفل اسود. نحطه في المقلة تاعنا شوية زيت الزيتون، كي يسخن مليح نحط له هذاك البصل كما تشوفوا مقطع، ونزيد له ايضا الثوم ونخليه يتقلى في هذاك الزيت شوية حتى تشوفوه بدا يدبل شوي. وكما تشوفوا بعد ما بدا يدبل البصل تاعنا شويه، يعني ما تخليوهش يدبل خلاه قليلا فقط، تزيدوا له هذوك البهارات. انا استخدمت نعناع فلفل احمر وفلفل اسود، وانتم تقدروا تزيدوا حوايج اخرى من عندكم كما تحبوا، يعني كل واحد وحسب الذوق تاعو. ومن بعد نزيدوا معجون الفلفل، تقدروا تستبدلوه ايضا بمعجون الطماطم ولا تقدروا تستغنوا عليه كما تحبوا انتم، وتزيدوا تخليوه شويه يتقلى مع هذاك البصل لمدة دقيقة أو دقيقتين. ومن بعد نزيدو لهم البطاطا المسلوقة بعد ما تكونوا هرستوها طبعا. ورما نزيدو البطاطا نخلطوها مليح مع هذاك البصل باه المكونات كل تتجانس في بعضها، ونزيدو نخليوها أيضا طيب لمدة يعني دقيقة دقيقتين. كما تشوفوا راح تشوفوها تبدا يعني تلصق شوية في هذيك الحاجة اللي طيبتو فيها. هنا تعرفوا بلي الحشو تاعكم جاهز، تطفيو عليه وتخليوه يبرد على جنب. ونروحوا المرحلة الثالثة والأخيرة اللي هي تحضير وتشكيل البوريك تاعنا. العجينة تاعنا بعد ما تريح نقسمها إلى قطعتين متساويتين، ومن بعد مباشرة نحلوا القطع تاعنا بالحلال أو القراص، يعني تحلوا كل قطعة وحدها. هنا فقط السمك تاعها لازم يكون سمك رقيق جدا، يعني على قد ما تحلوها رقيقة على قد ما البوريك تاعكم راح يجيكم مليح.
وتكملوا تحلوا القطعتين تاعكم في زوز بنفس الطريقة. وكما تشوفوا هنا حبيت نعدلكم فقط السمك تاعها، شوفوا تقريبا تجي شفافة، يعني حاولوا ترققوها على قد ما تقدروا. وبعد ما توجد عجينة البوراك تاعنا نحطوا القطعة الأولى وندهنوا السطح تاعها كامل بالزبدة الذائبة كما موضح في الفيديو. هنا الزبدة كما ملفون وصيكم، ماذا بيكم كي تذوبوها تزيدوا تخليوها تغلي شوية على نار قليلة جدا باه يخرجوا منها هادوك الشوائب ويتبخر منها الماء اللي فيها. وبعد ما نكملوا ندهنوا العجينة الأولى نجيبوا القطعة الثانية ونحاولوا نحطوها فوق القطعة الأولى، حاولوا تحطوها يعني فوقها قد قد كما تشوفوا. ومن بعد كيف كيف نزيدوا ندهنوا السطح تاع العجينة الثانية بالزبدة كما هو موضح، حاولوا تدهنوا كل الجوانب تاع العجينة. وبعد ما نكملوا نلفوا قطع العجينة بهذا الشكل يعني كشغل رولي. هنا يعني نحيت شوية هذوك الجوانب تاع العجينة الفوقانية لأنها جاتني شوية كبيرة على التحتانية، تقدروا تنحيهم إذا ما جاتكمش قد قد ولا تقدروا تخليهم كما تحبوا نتوما. وتكملوا تروليوها بهذا الشكل الموضح، يعني طريقة سهلة وبسيطة جدا. هذوك الجوانب حاولوا تجبدوهم شوية باه يجيو قد قد. وبعد ما نكملوا نروليوها نقصوها الى قطعتين متساويتين كما تشوفوا بهذا الشكل، ومن بعد نغطيهم بكيس بلاستيكي ونحطهم في الثلاجه بين 20-30 دقيقه حتى هذيك الزبده تحكم روحها شويه. وبعد ما نخرجوهم من الثلاجه نحكموا القطعه الاولى والقطعه الثانيه مدى بكم ترجعوها للثلاجه لانه الزبده في سع الدوب. وبالنسبه للقطعه اللي خليناها نقصوها الى قطع صغيره بهذا الشكل، نحاولوا نديروهم قطع متساويه. ومن بعد نبدا نشكلوا في حبات البوراك تاعنا، نحكموا كل قطعه كما تشوفوا ندورها على الجنب ونبداو نبسطوها شويه بيدينا. ومن بعد طبعا باستخدام الحلال وتعاونوا رواحكم بشويه فارينه تحاولوا تحلوا هذيك القطعه على شكل دائري كما تشوفوا. وبعد ما نحلوها على شكل دائري نجيبوا هذاك الحشو تاعنا ونحطوه في الوسط كما هو موضح. طبعا هنايا الحشو تقدروا تستخدموا اي حشو تحبوه نتوما، انا هنايا اخترت نستخدم يعني حشو بسيط وسهل التحضير. تقدروا ايضا ديروا باللحم المفروم، تقدروا ديروا بالجبن، يعني تخيروا اي حاجه تحبوها نتوما. ومن بعد نبداو نقفلوا البوراك تاعنا بشكل موضح، في الاول تحاولوا ديروا على شكل مثلث ومن بعد تقفلوا الجوانب الاخرى كما تشوفوا، يعني طريقه سهله وبسيطه جدا. نزيد نعتها لكم من جانب اخر باه تفهموها مليح. وكي تكونوا هنا تحلوا في العجينه راح تلاحظوا هذاك التوريق اللي كاين فيها، يعني تجي مورقه تهبل تهبل. وتغلقوها بهذا الشكل. نتمنى انه تكون الطريقه تاع التشكيل تاعو واضحه وسهله. طبعا من بعد تكملوا تشكلوا الحبه تاعكم كل بنفس الطريقه. وبعد ما نكملوهم نحطوهم في الصينيه اللي راح تدخل الفرن وندهنوا السطح تاعهم بصفار البيض. انا زدت له ملعقه صغيره تاع يوغورت طبيعي، تقدروا ايضا تزيدوا له شويه حليب وشويه خل باه ما يديرش هذيك الريحه. ومن بعد كي تكملوهم تزيدوا ايضا تزينوه بشويه سينوج. طبعا هنا السينوج تاعنا اختياري، تقدروا تستغناو عليه. وكي نكملو نحطوهم في فرن شاعل من الفوق ومن تحت على 200 درجه لمدة بين 30-35 دقيقة، يعني ما تخرجوش حتى تشوفوه تحمر مليح ومن بعد به خرجوه. وهذا هو البوراك تاعنا بعد ما يطيب. كما وصيتكم خليوه يتحمر مليح مليح،
يعني يجي يهبل يهبل، العجينة تاعو تجي مورقة وخفيفة، وفي نفس الوقت أنا تحضيرها كما شفتوا غير متعب وسهل جدا. جربوه مش راح تندموا عليه. وهذه الوصفة تاع اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم. اللي راح يجربوها نقول لهم نضرب بصحتكم. كي تجربوها ما تنسوش تخليوا لي التعليقات باش نشوف كيفاه جاكم ونشوف آراءكم. وإلى اللقاء في الفيديو الجاي إن شاء الله.